بس عمر سليم محاضر معتمد من اوتوديسك ومحب للبيم، وهنسأله النهارده سؤال ان شاء الله: ايه افضل المشاريع اللي طبقت فيها نموذجية معلومات البناء وليه بتفضلهم؟ باشمهندس عمر، مع حضرتك معانا. باشمهندس عمر، أو مع حضرتك تمام. باشمهندس عمر، منورنا. الله يكرمك يا باشمهندس، جزاكم الله كل خير يا باشمهندس محمد إيهاب على الدعوة الكريمة. الله يكرمك. طيب، هو في موقف حصل بسيط خالص هيبقى مدخل لإجابة على السؤال. كان في مؤتمر انترناشونال عن البيم في قطر، كان تبع معرض معين يعني عن الكونستراكشن، وكان حاضر مجموعه من الدكاتره الافاضل من استراليا ومن بريطانيا ومن اكثر من بلد، وكلهم يعني اساتذتي واعرفهم كويس، فكنت بوصلهم وندخل مع بعض المؤتمر، وكنا في كذا يوم يعني كنا بندي فيه المحاضرات. فاللي بينظم المؤتمر قال لنا، انا مستغرب جدا، انا اي هو بينظم اكتر من مؤتمر، هو مش متخصص بس ساعات بيعمل مؤتمر مثلا في الصحه، مؤتمر في التجاره، مؤتمر في كذا، وكان في مؤتمر في الرياضه. انا ملحد كروي عشان انتم عارفين، ما بفهمش حاجه في الكوره، تمام. ورغم كده شاركت في كذا مشروع في استادات بتاعت الفيفا، شاركت في 3 واثنين كان حاجات بسيطة، وواحد كمان كتب اسمي فيهم ك مانجر من غير ما اكون موجود فيه يعني. المهم، فقال انتوا اغرب ناس شفتهم، الناس التانية بحس ان هم ضد بعض، ويجوا يعني كل واحد متضايق من التاني، كل واحد يسأل التاني اسئلة محرجة او يحاول يثبت ان التاني ما فهمش، انما انتوا المجموعة بتوع البيم دول بحس ان انتوا بتحبوا بعض جدا، جايين كلكم مع بعض وكلكم بتساعدوا بعض. طبعا انا كنت بلف عليهم لان انا المقيم في قطر، فبوصلهم للمؤتمر دكتور بلال سكر، دكتور رشوان داوود، دكتور محمد القاسم، دكتوره نور صليب، اساتذتنا الافاضل. فقلت له البيم لا يمكن يمشي بصوره كويسه لو في شخص نفس او في مشاكل عند شخص من الفريق. يعني اكتر حاجه لازم تهتم بيها في موضوع البيم ان الفريق يكون بيحب بعض او بيتعاون مع بعض. لو واحد منافس ممكن يبوظ لك المشروع كله. يعني من اغرب الاسئله اللي سالتها كتير دلوقتي يقول لي انا الفريق اللي معايا، واحد معايا في نفس الفريق في نفس الشركه بيبوظ شغله، فهو عايز يحمي شغله، فيعني عايز يحمي ورك ست ان هو ما يسميش نفس الاسم فيروح يضرب الشغل بتاعه، او يعمل يعني في حلول ان حد يدمر شغل التاني، فهو بيدور على حاجه زي كده. فبقول له لو الشركه فيها حاجه زي كده المشروع لا يمكن يتم. احنا بنتكلم ان احنا بنتعاون بين شركات مختلفه، يعني ممكن يكون في مشروع شركه اوراسكوم والمقاولون العرب وكذا شركه بيتعاونوا مع بعض في المشروع دوت، فالمفروض كلهم يتعاونوا، ما فيش حد فيهم بيضرب، فما بالك ان هم الاثنين في نفس الشركه وفي نفس القسم وقاعدين بياكلوا وشربوا مع بعض يضربوا بعض كده، المشروع لا يمكن يتعمل بشكل خالص، يعني اكيد مش هيكمل، كل ما تبقى فيه مشاكل. انما لو احنا كلنا يعني كلنا بنحب بعض وكلنا بنتعاون مع بعض، المشروع هيتم بشكل ممتاز. لذلك كان من اجمل المشاريع كان مشروع برج معين، كان كلنا يعني بنحب ان احنا نعمل الشغل وكنا مبسوطين مع بعض، وقعدنا مع بعض نتناقش هنعمل المشروع ده ازاي، طب هنعمله ازاي، طب ممكن نستعين مثلا بالاوتوميشن، ممكن نستعين بكذا، طب هنقسم المشروع ازاي، طب الاستراكشر تتقسم ازاي. الفكره كلها ان التعاون الفريق ده اهم حاجه احنا ممكن نطلع بيها، تمام. يعني انا اتشرفت ان احسن ناس تعاونت معاهم موجودين معانا هنا في الجروب، تمام. يعني من اول المهندس كمال شوقي والمهندس احمد عيسوي اشتغلت معاهم في يونيفرستي وورك، وكانوا ناس افاضل جدا اتعلمت منهم كتير. المهندس كمال شوقي كنت بزوره، كنت لسه عامل عمليه ليزك في عينيا، فلقيته بيقول لي تعالى امتحن، ما كنتش واخد الشهاده بتاعت سيرتيفايتد وما كنتش مهتم ان انا اخدها، رغم ان انا كنت بدرس بقالي فتره طويله وشغال في المجال بقالي طويل، بس ما كنتش مهتم ان اخد شهاده، فقال لي ادخل والحمد لله خدت الشهاده. فليه موقف حلوه جدا، كلهم لهم موقف حلو جدا معايا بس عشان الوقت. مهندس طاهر سعيد في كاد ماستر اشتغلت معاه، ولما حبيت ادي محاضره سواء في القاهره او في اسكندريه مع المهندس احمد محرم، الاثنين يعني الحمد لله اتعاونت معاهم وناس محترمه جدا. استاذ احمد القوسي من الناس اللي انا لما اشتغلت معاه كنت مبسوط جدا جدا، يعني دعمني في حاجات كتير جدا وفي الشهادات، ومهندس طاهر برضو دعمني في امتحانات الشهادات وهكذا حاجات زي كده. احمد القوسي خلاني هو اللي ساعدني ان انا ابقى اكون مدرب محترف، وكان
مرن جدا معايا في اي حاجه في الشغل. حسام الزهري ده قصه لوحده، في حاجه كتير جدا الناس ما تعرفش عنه حاجه، تمام، بس هو اكبر بكتير من الناس مصوره. راجل مبرمج من العيار التقيل، وراجل من الناس المحترمه جدا، مهندس رواد الدهشوري، من الناس اللي قعدت معاه مره قاعده كده اتعلمت منه حاجات كتير جدا في العماره وفي الاستدامه. مهندس رانيا يعني ما شاء الله عليها، من الناس اللي بتشرح بشكل كويس. مصطفى عماد اصغر مني بس انا بتعلم منه حاجات كتير جدا وبستوعب حاجات كتير جدا. مهندس عمرو عاطف من الناس الاوتوميشن على طول، يعني الاوتوميشن والذكاء الصناعي هو بروفيشنال جدا فيهم، يعني حتى كان فيهم حضرات وكان في جايزه للمتسابق، فهو عمل برنامج بالداينامو يقول لنا مين اللي فايز. طبعا المهندس اسلام خليل في اوتوديسك من الناس القويه جدا. فايه الفكره كلها، شاهد عشان ما اطولش عليكم، اهم حاجه بالنسبه لك ان انت تقدر تختار الفريق بتاعك كويس ويكون ناس اخلاق كويسه. لو هو مش عارف برنامج، البرنامج ممكن تعلمه، يعني واحد جه وما عرفش ريفت ممكن يتعلم الريفت، ممكن يتعلم نفس وركس، ممكن يتعلم التكنيكال، تمام. لو هو في نقص عنده في التعليم سهل جدا، انما ان هم يكونوا اخلاقيا كويس ويتعاونوا معاك وما عندوش نقص ان هو يروح يعمل لك مشاكل عند المدير والحاجات دي اللي انت تهتم بيها بشكل قوي، ده هيسهل لك كتير جدا، تمام. في مشاريع كتير جدا كان بيحصل في تضارب مثلا في المصالح، مثلا بالذات لما يكون المشكله دي واجهتني كتير، ان يكون الشركه اللي بتعمل الديزاين عايزه تسلم الكونستراكشن وده عايز يبدا وفي مشاكل، طب الشغل ده مقبول ولا مش مقبول؟ طبعا الالو دي مشكله. في مشاكل كان في مشروع من المشروعات كان البيم اكشن بلان، زي ما باشمهندس راني قالت وزي مهندس كمال وكلهم اجمعوا على كده، كان البيم اكشن بلان مش مكتوب، يعني هم اتفقوا هتعمل الشغل وما اتفقوش على البيم اكشن بلان ولا الاي اي ار، فالمشروع طول جدا معاهم. ليه؟ لان هم مش عارفين ايه نقطه النهايه بتاعتنا، امتى اقول ان انا استلمت منك المشروع، تمام. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نخلي بالنا منها، موضوع التفاعل مع الاخرين، موضوع ان تحب الاخيك كما حب نفسك. في اسئله كتيره، موضوع اتعلم ايه ولا ما اتعلمش ايه والحاجات دي، في كلمه صغيره انا على طول بفتكرها الامام علي بن ابي طالب، قيمه كل امرئ ما يحسن، يعني كل ما تتعلم ما تقولش لا انا هاخد دي واسيب دي، لا ركز شوف انت عايز ايه وركز عليها، حاول انت تتعلم بشكل قوي. ممكن تتعلم تكنيكال وفي نفس الوقت تنزل الموقع وفي نفس الوقت بتتعلم البيم وكل شويه بتطور نفسك. السوق لازم تطور نفسك، يعني اعرف شخص صديق ليا كان شغال في شركه من الشركات وقالوا احنا عايزين حد يكون متخصص في مجال الحصر، وهو عجبه الموضوع لان هو مش محتاج ان هو يتعلم حاجه جديده، وقعد في 5 6 سنين وفوجئ ان نزل برنامج الريفت ما اتعلمهوش، نزل نفس وركس ما اتعلمهوش، فوجئ ان الشركه مش محتاجاه بتقول له مع السلامه، تمام. ففقد وظيفته لانه قعد فتره طويله ما بيتعلمش حاجه جديده، بينما السوق كل شويه بتنزل حاجه جديده جدا. كل شويه مثلا تلاقي مثلا طب الداينامو، طب ما نبدا نتعلمه، ما تكتفيش باللي انت بتعرفه، كل شويه تطلع حاجه جديده، لازم كل شويه تشوف انا وصلت فين واطور نفسي ازاي وازاي بكون حاجه كويسه. يعني الذكاء الصناعي من الحاجات اللي الناس او انا شخصيا حذر منهم، بس لازم اتعلمه، لازم اكون فاهم على الاقل بيعمل ايه، مش لازم ابرمج بس فاهم ايه اللي هو ممكن يعمله. لو انت الشغلانه بتاعتك ثابته او مش بتتطور او حاجه ما فيهاش تطور، ده هتعمل لك مشاكل كتيره جدا. يعني ايه؟ يعني احنا كنا بنتكلم مثلا في ان الذكاء الصناعي ممكن في فتره من الفترات يغنينا عن المحاسب، ليه؟ حاجه ثابته، ممكن يغنينا عن الراجل اللي بيعمل حصر، ممكن يغنينا عن حاجات كتيره جدا. فلازم انا اطور نفسي واشوف ايه الحاجه اللي محتاجه عامل بشري واستعين بالذكاء الصناعي ده، انا اخلي الذكاء الصناعي ده يعني خادم عندي وليس بديل عني، يعني هو انا استخدمه. كانت في محاضره لناس فاضل يعني كانوا بيتكلموا عن الذكاء الصناعي، هل هو وحش مرعب ولا هو اداه؟ يعني كمدير مشروع انا استخدم الذكاء الصناعي دوت في اختيار افضل البدائل، ان انا عندي اكتر من تصميم، فاحسن تصميم فيهم ايه؟ احسن حاجه ممكن تعمل لي اداء حراري وراحه حراريه والحاجات دي كلها، فهو اداه وليس بديل عني. يعني انا ما اخافش من الذكاء الصناعي، لكن اروضه واتعلم فكرته ايه وايه اللي ممكن يعمله واتعلم حاجه جديده. يعني لو انا في المجال بتاعي مثلا عارف حاجه معينه، ادخل في مجال الاستدامه مثلا، ادخل في مجال كذا. باشمهندس عمرو عاطف من الناس اللي الواحد بيتابعها بيستفاد منها كتير جدا، وهو ما شاء الله يعني ممكن يتكلم
ساعات كتيرة جدا 10 ساعات 20 ساعة. موضوع الذكاء الصناعي من الناس اللي يعني الواحد بيحترم الشغل بتاعها وحاجة ممتازة. فيا ريت الناس تعمل متابعة للحضور اللي لنا على لينكد ان، استدانا استفاد يعني. كل واحد فيهم بينزل حاجة مختلفة وحاجة رائعة، وكل واحد فيهم بيحاول ان هو يتعاون مع الآخرين. المحاضرة اللي انا قلته كله ملوش علاقة بالتكنيكال، ليه علاقة بالسلوكيات، ودي اهم حاجة. انا ممكن اشتغل في شركة المرتب بيتأخر او المرتب ممكن ما ناخدوش، بس مش هقدر اشتغل في شركة وانا عارف ان في واحد بيضرب فيا او واحد منافسي او واحد فيه مشاكل. المشكلة كلها ان احنا لازم نتعامل كويس مع بعض. طيب في برضو كانت من ضمن المزايا في المشروع ان كان في حاجة اسمها لين بيم. ايه هو اللين؟ اللين ده حاجة ببساطة خالص، نوع من انواع الادارة اتنشر يعني، بدأ مع سيارات تويوتا ان هم كانوا بيصنعوا عدد من السيارات، فلما طبقوا النظام دوت قدروا بدل ما هم مثلا كانوا بيصنعوا سيارة في الاسبوع بقى يعملوا 3 عربيات في اليوم. فليه ما ناخدش النظام ده ونحطه في الكونستراكشن؟ دي فكره الليد اللي هو عباره عن ايه الهدر اللي بيحصل واحنا نحاول ان احنا نشيله. ده بدا ينتشر في العالم كله دلوقتي، بقى اصبح اجباري في مشاريع كتيره في قطر، اجباري يعني لازم عشان تاخد المشروع يكون معاك حد متخصص في الليد. ممكن المشروع اللي هو بياخد 3 سنين يخلص بنفس الكفاءه في سنه ونص، فوفرت نص الوقت من خلال ان انت بتشوف الهدر فين وتشيله. يعني مثال بسيط، كان في شركه موجوده هنا في قطر وكان عندها اكتر من مشروع، ففي سياره كبيره بتاخد العمال تلف على الحاجات دي، فممكن انت تكون شغال في اخر مبنى فيهم فتقعد لك مثلا ساعتين ثلاثه في العربيه او ساعه في العربيه. قال لك لا احنا ممكن نجيب عربيات صغيره كل عربيه تروح الموقع، فوفر وقت كتير قوي. قال لك طب وليه احنا بنأجر في مكان بعيد في منطقه الناس الصناعيه؟ لا احنا كل الموقع هنشتري مكان العمال يقعدوا فيه بحيث ما ياخدوش وقت في التنقل وحاجات زي كده، 5 دقايق وتبقى في الموقع، او ممكن ما تحتاجش السياره ولا حاجه خالص، فوفر وقت كتير جدا. في افكار كتير جدا بس عشان ما اطولش عليكم بنقدر نطبقها، بحيث ان احنا كانك عندك كيلو لحمه وبتشفيها بتشيل الدهون بحيث تاكل حاجه صافيه. دي فكره اللين مانجمنت. تمام. طيب في حد عنده اي سؤال؟ بعد اذنك باشمهندس خالد بيسال، هل السوق فيه فرص متاحه للناس اللي لسه عايز تبدا في المجال؟ هو اصبح البيم طريقه قويه جدا للشغل، واصبح مطلوب جدا في السوق. يعني يكاد يكون مثلا ايه، زمان كان الناس بتشتغل من غير الاوتوكاد، فلما ظهر الاوتوكاد والكمبيوتر بقى كل الناس بتشتغل بالاسلوب دوت، لان هو اثبت ان هو بيوفر وقت كتير جدا وبيقلل من الاخطاء وهكذا. نفس فكره البيم، هو دلوقتي اصبح بديل قوي عن الاساليب التقليديه وبيوفر الوقت وبيسهل الشغل. واي مشروع لو احنا جبنا واحد، يعني عشان نكون منصفين لازم نجيب واحد يكون شغال مثلا سنتين ريفت، ونقارن معاه واحد شغال اوتوكاد سنتين او 3 سنين او 4 سنين، هنلاقي الاسرع اللي هيشتغل بالريفت هو اللي خلص اسرع وهيخلص المشروع بشكل افضل وهيقلل فكره ان احنا نعيد الشغل. ففي فرص على حسب كل المهندسين يقدروا يشتغلوا في مجال البيم دي، وهتبقى مطلوبه ان شاء الله. الواحد يبدا من مستوى الطب ولا ممكن يبدا بالمبادئ؟ لا، لازم تبدا من المبادئ وصفر صفر، زي ما بتتعلم، زي ما الطفل بيبدا يتعلم، بيبدا يتعلم الحاجات البسيطه خالص، كلمات، وبعد كده يبدا يكون جمله، وبنبدا بنعرف المصطلحات، بنبدا نشتغل بايدينا. اول مشروع طبقناه كان عباره عن غرفه وحمام، تمام، بس كان مطلوب من الشركه كلها انها تشتغل بسيستم مظبوط، بالليارات مظبوطه، الشغل يطلع مظبوط ما فيهوش غلطه، وخدنا وقتنا في المشروع وطورنا فيه براحتنا وكل حاجه خالص. انما لما تلاقي واحد لسه متخرج السنه دي وكاتب ان هو البيم مانجر، دي صدقني بتبقى سيئه. يعني ازاي هتقود الناس وانت لسه ما خدتش خبره، الا لو انت كنت شغال اصلا في ال5 سنين بتوع الكليه ديت. فلا، لازم ابدا واحده واحده وابدا اطور نفسي. لو انا بقيت بيم مانجر وانا اصلا مش فاهم الكوردينيشن ومش فاهم الشغل عادي، هتبقى فيه مشاكل كتير جدا. هل في فرص متاحه خارج القاهره؟ كتير جدا، يعني سواء بتتكلم على المحافظات بتاعت مصر، كتير جدا في شغل كتير جدا، سواء في اوروبا، سواء في امريكا، سواء في الخليج، في كل الاماكن اصبح في اجباري ان هو يطبق البيم. يعني دوله زي الامارات، في مشاريع كتير في السعوديه دلوقتي بقى اجباري عشان الشركه تاخد المشروع، لازم يكون المشروع هيتعمل بيم.
وسبب اللقاء النهارده ان القوات المسلحه في مصر ومصر بدات تخليه اجباري في المشاريع، فاي حد يجي يعمل مشروع بعد كده هو مش معمول بيم مش هيتقبل منه. فعشان كده بقول لحضرتك ان هو ده المستقبل، لازم كل مهندس سواء خريج او هيتخرج يبدا ياخد يجهز جزء من وقته ان هو يبدا يتعلم البيم من الاساسيات، من تحت خالص، من فكره ايه هو البيم، يبدا يرسم حيطه وهكذا. تمام، يفتح الريفت يرسم حيطه، يفتح الريفت يتفرج على مشروع موجود، دي كده بدا ياخد خطوه. انما يبدا ان هو يشوف يصمم حاجه ما اتعملش قبل كده، لا، واحده واحده، وان شاء الله الموضوع هيبقى سهل ان شاء الله.